والله العظيم الفرحة حلوة، الفرحة تشرح القلب كده وتخلي الواحد قاعد مبسوط، والانبساط يزيد أكتر لما يبقى معايا ضيوفي في هذه الفقرة اتنين من نجوم الكرة المصرية الكبار جدا، الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري نجم منتخبنا الأسبق. كابتن عبد الستار مشرف ومنور، ربنا يخليك كريم. أخبار حبيب. حضرتك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تمام. وأيضا الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب نجم منتخبنا المصري الأسبق وأيضا المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني. يا كابتن أحمد مشرف ومنور، مليون مبروك. ومبروك لمصر، وسعيد بوجودي معاك، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب يا كابتن أحمد. كابتن عبد الستار الفرحة حلوة النهاردة. طبعا الواحد أعصابه راحت. طبعا الماتش كان صعب. لا، مباراه مهمه بالنسبه لنا. بعدين بنلعب منتخب منظم، منتخب عنده لعيبه محترف على اعلى مستوى، جامده جدا. وبعدين احنا في طار، يعني يعتبر ايه الطار اللي كانت ماتش النهائي اللي احنا لعبناه في نهائي افريقيا كان مع منتخب السنغال، يعني احنا طلبنا في النهائي. النهارده كان في حسابات تانية كتير قوي لمنتخب مصر، ان احنا لازم نرد الاعتبار، لازم نكسب المباراه الاولانيه بالنسبه لنا مهمه جدا، هي الايه الاهم، ان احنا في ملعبنا في وسط جمهورنا. والحمد لله النهارده النتيجه ايجابيه، واروح هناك ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا خدنا الهدف ايه، خدنا النقطه الاولانيه. النقطه الاولانيه، الخطوه الاولانيه دي تدينا الثقه بشكل كبير جدا. صح. يبقى ان شاء الله باذن الله هتلاقي في حافز كبير جدا، في خلاص احساس بالخلاص، قربنا للمونديال ان شاء الله، وربنا وفق ان شاء الله باذن الله. اللي احلى من الهدف النهارده كابتن احمد انه ما دخلش فينا هدف، يعني عمال اقول يا رب نحافظ على الهدف ده وبس، على كده مش لازم يجيب يعني تاني، بس على الاقل ما يخشش فينا هدف. طبعا اكيد، يعني في البدايه خلينا اقول يعني الف مبروك للمنتخب، كل الشكر للجماهير المصريه الكبيره اللي حضرت النهارده. صحيح. وكانت ماليه الاستاد وازرت المنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه، عملت روح وبسمة وبهجة، بقالنا كتير ما شفناش الفرحة دي ولا المنظومة دي في استاد القاهرة. مليان، ده حاجة مليان وجميل ومليان. الشكل حلو. صح. شكل الناس حلو. صح. ووشوش الناس حلوة. أيوة. فده الجميل النهاردة في المدرجات، بالإضافة أنك عندك مباراة من شوطين، خلصت الشوط الأولاني وكان عندك هدف حققته بنسبة كبيرة جدا، أنك تكسب ده مهم جدا، انك ما يدخلش فيك هدف ده اهم. صحيح. لان انت منتخبك ولاعيبتك بالقدرات اللي عندك سهل جدا تحرز هدف هناك، حتى لو السنغال يعني احرزت، ولكن بالقدرات اللي عندك واللعيبه اللي عندك والسيستم اللي انت بتلعب بيه الفتره الاخيره سهل جدا تحرز هدف في السنغال، وده يسهل لك المهمه بشكل كبير. عشان كده احنا بنقول النهارده المكسب ده مهم جدا، مش عاوزين نتكلم في اي تفاصيل بعيده عن المكسب، لان احنا عندنا لسه نص المشوار يوم الثلاث. لازم نفكر ازاي نرجع واحنا خلاص في قطر. وحضرتك مدرب، واكيد اي ماتش بتلعبه في حياتك بيبقى فيه ايجابيات وفيه سلبيات. اكيد احنا ماسكين في الايجابيات اليومين دول، وانا قلت كده في المقدمه هنمسك في الايجابيات، والسلبيات هنتكلم عنها ونفضفض فيها بعد ان أكيد. شاء الله ما نصعد لكاس العالم ونقول نحسن ازاي، لكن هو دلوقتي فعلا هو وقت الايجابيات. بس اي مباراه في الدنيا حضرتك ياما دربت وياما اشتغلت، اكيد في مباراه وانت طالع حتى لو كسبان بتبقى عندك سبب تيجي تنده اللعيبه تقول لهم انت أكيد. كان عندك 1 2 3 4. بس لما يكون عندي مباراه بعدها بثلاث ايام ما ينفعش اتكلم على سلبيات خالص. صح. خاصه ان انا لما يكون عندي مباراه باخد منها الهدف بنسبه 80-70%، يبقى انا يعني بنسبه كبيره حققت، يعني هقدر اوصل للي انا عاوزه. صحيح. فما ينفعش اتكلم في سلبيات وانا عندي لسه مباراه بعد ثلاث ايام. ممكن اتكلم في اخطاء في جوه كمدرب جوه المعسكر. مزبوط. مع اللعيبه. مزبوط. في اللي حصل وانا عاوز اعمل ايه المباراه الجايه واتلافى الاخطاء دي. هي دي 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 ده كلام هيبقى في الغرف مع المدرب والجهاز الفني واللعيبه. بس احنا واحنا بنتكلم، لا، المنطق بيقول المنتخب قدم مباراه مش جيده فنيا، ولكن على بالنسبه للهدف انا خدت اللي انا عاوزه. مزبوط. وخدت اللي انا عاوزه بنسبه كبيره، فلازم اقول لهم مبروك النهارده، ومستنيينكم تفرحونا في المباراه الجايه ان شاء الله. الله. طيب كده بصراحه حضرتك كنت في المدرجات. كنت في المدرجات. انبساط. طبعا. وحماس. آه. اولا اكيد انت انبسطت انك شايف الاستاد مليان حواليك. طبعا. ده قال لي كان يعني اخر مره شفت المدرجات كانت طبعا في الامم الافريقيه لما كانت هنا في 2019. في 2019 كان نفسنا طبعا الجمهور يرجع بشكل اقوى، طبعا في الماتشات الدوري يبقى ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي والماتشات الافريقيه للمنتخب. بس النهارده حسيت فعلا ان الجمهور النهارده نفسه يفرح. نفسه يفرح بشكل كبير جدا. النهارده كان في تشجيع مثالي وتشجيع من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، واللي حصل ان احنا البدايه كانت قويه جدا بالنسبه لنا، وده اثر وادى للعيبه، جبنا جون بدري كمان فرق يعني معانا كتير هدف المباراه. طبعا طبعا طبعا.
اللعيبه كمان عايزه تاخد الثقه. انا كنت حاسس بيهم هم في التسخين كمان لما بيسخنوا. شايفين الجماهير اول مره يشوفوا الجو ده بشكل كبير، بقالهم فتره بقالهم فتره ما شافوش الجماهير. عشان كده لما بدايه المباراه لما ابتدت المنتخب مصر كان مع ضغط الجمهور مع التشجيع، يعني ليد الروح المعنويه للمنتخب مصر ان هو بادئ بشكل قوي جدا وجبنا جول. وده اللي قاله كمان مستر كروش طبعا في التصريحات بتاعته، قال لك الفريق بيلعب، المنتخب بيلعب، بس برضو الجمهور له دور كبير قوي، هو اللي هيلعب معانا يعني الدور الثاني بتاع الجمهور. وده اللي حصل النهارده. حسيت فعلا ان انا كنت مستمتع جدا. الحمد لله يعني النهارده كان النتيجه ايجابيه جدا بالنسبه لنا. اللعيبه كانت مركزه كمان ان احنا نطلع ما نتحطش فينا جول. ايوه يعني ده اهم حاجه. اهم حاجه في الموضوع كله ان احنا ما نتحطش فينا جول. احنا جبنا جول نحافظ عليه. كان في فعلا كان في شويه اخطاء وبتاع الحاجات دي كلها، بس ده يعني عادي جدا عشان انت بتلعب فرقه كبيره قوي. في طبعا في استعجال، في رهبه، انت بتلعب منتخب قوي، منتخب حصل على بطوله امم افريقيه. عشان كده النهارده كان عاملين حساب للمنتخب السنغالي بشكل قوي ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه. صحيح. الحمد لله النهارده عملنا الدور الاولاني بشكل قوي جدا. الماتش الثاني انا متاكد مليون في الميه ابي فيه ارتياحيه اكتر. في رايحين خلاص احنا كسبنا المباراه. ومصدر لهم هم طبعا هيبقى في ضغوط عليهم كتير قوي طبعا، في مشاكل، وفي هيبقى في يعني عندهم ضغوط جامده جدا ان هم مغلوبين الماتش الاولاني. احنا منتخب مصر يبقى فيه هدوء ان شاء الله، يبقى احسن وتركيز اكتر، حتى يبقى الفرص، انا شايف الفرص اللي هناك هتبقى في اكتر اكتر. منتخب السنغال يلعب بشكل مفتوح اكتر ان هو عايز يعوض الهدف. لا احنا هنلاقي فرص كتير قوي، واحنا منتخب عندنا يعني عندنا حاجه مميزه جدا ناحيه في الماتشات بتبقى على طول اللي فيها مع الخصم في ملعبه، بنبقى احنا ند قوي جدا وبيبقى شكلنا هجوميا احسن غير في وسط في ملعبنا. عشان كده بيبقى الاداء بيبقى مميز جدا، احنا بره ملعبنا بمميزين. صح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق باذن الله يا رب. طيب كابتن احمد، فنيا بقى النهارده بعض الناس تفاجئت بوجود عمر جابر، شويه اقل تفاجئوا بوجود تريزيجيه عشان مرموش هو اللي كان دايما بيبقى اساسي في كاس الامم الافريقيه. هل تفاجات باي من هما؟ هل شفت النهارده ان هما ادوا المهمه اللي كارلوس كيروش راهن عليها النهارده ادوها بنجاح؟ في المجمل انا شايف ان الفريق كتيم بصوره جماعيه قدم المطلوب منه. لما نتكلم على افراد، انا تريزيجيه بالنسبه لي ما كانش مفاجاه، لان وانا مدرب وبحط التشكيل انا متوقع ان الراجل هيحافظ على نفس التشكيل اللي كان بيلعب فيه البطوله الافريقيه، والفرقه ماشيه بشكل كويس وماديه بشكل كويس. ولكن تريزيجيه من اللعيبه اللي عندها خبرات واللعيبه المتمرسه في المباريات اللي زي كده. وبالنسبه لي انا كنت متوقع انه يبدا نظرا لخبراته تاثيره مع المنتخب فترات سابقه وعنصر من العناصر الاساسيه. وطلقوا في الفتره الاخيره في الدوري، كون ان جات له اصابه مش معنى ده ان الراجل خلاص بقى على دكه البدلاء وانا لا هعتمد عليه يعني في اثناء المباراه. لا، بدايته يعني انا شايفها مش فجاه. صحيح. ودي طبيعيه يعني دي طبيعيه. عمر لعيب كويس، ولكن هو لعب الفتره الاخيره لعدم وجود تريزيجيه، وهو لعيب كويس برضه، ولكن من وجهه نظر تريزيجيه لا يبدا المباراه ما فيش فيها مشكله ولا مفاجاه خالص. صحيح. ولكن اللي قد تكون مفاجاه طبعا هو عمر، ولكن برضه عمر لعيب كويس وبيلعب في فرقته الفتره الاخيره بيراميدز باك رايت ومقدم بشكل كويس. يمكن في البطوله كان بيلعب عمر كمال عبد الواحد في المعسكر لما الراجل ضم عمر جابر. يمكن عمر كمان عبد الواحد مش مركزه الاصلي اصلا باك رايت، ولكن صحيح. اثناء البطوله اضطر يلعب في المكان ده عشان اصابه اكرم. قدم بشكل كويس اكيد في المعسكر لما الراجل ضم عمر، شاف ان هناك فروق في القدرات في المركز ده بالنسبه لعمر وعمر كمال وعمر جابر، وكانت لصالح عمر بالنسبه للتكتيك والجماعيه اللي هو عاوزها في التوقيت ده وفي الحته دي وفي الدور اللي هو عاوزه. صح. فممكن تكون مفاجاه بالنسبه لنا احنا كناس بنتفرج وجماهير، ولكن بالنسبه للراجل لا ما كانتش مفاجاه، لان هو قيم اللعيبه كويس، شاف الانسب والاصلح في التوقيت ده عمر، وعمر اصلا ده مركزه وقدم بشكل كويس يعني. مظبوط. النهارده محمد صلاح فاجئني يا كابتن عبد الستار تحديدا في الشوط الاول في الواجبات الدفاعيه الكثيره اللي كان بيعملها. يعني جدا. ده في النهارده واحده شلب دماغه دي 19 يعني في واحده بقى اللي اهم منها في الدقيقة 46 الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدأ يضيع في الشوط الأول لما كان الكرة ثابتة لينا اتردت علينا بهجمة مرتدة ضرب سبرنت كان واقف بين الونش وياسر إبراهيم جوه منطقة الجزاء. موقف مش طبيعي. إحساس بالمسؤولية طبعا. إحساس بالمسؤولية طبعا الإحساس النهاردة، وكمان إحنا جبنا جون بدري وهو اللي جاب الجون. صح. حس بإيه؟ يعني الماتش يعني كأس عالم
وكمان تحس ان هو في تحدي من هو وساديو ماني. ساديو ماني يعني بيلعب طبعا وهو بيلعب في الماتش ده طبعا وعايز اكسب الماتش ده ولسه عشان منه هو لسه منه منه الامم الافريقيه اللي فاتت. عشان كده الماتش كان تحس فيه ايه تحدي كبير جدا بين صلاح وايه تحدي فردي قبل تحدي للمنتخبات بالظبط. عشان كده صلاح النهارده يعني كان في نواحي دفاعيه بشكل قوي جدا, حتى يعني كان بيتكلم بشكل على طول المباراه بشكل قوي جدا, كان بيتكلم مع مصطفى محمد وتريزيجيه على طول توجيهات بشكل قوي. ابتدى حتى كمان هو في البدايه المباراه انا شفته كان على طول كان ايه في قبل ما تبدا المباراه كان بيتكلم مع عمر جابر, كان هو يعني قال له اول ما تبقى الكره معايا يعني احنا نبقى على طول الهجمه تبقى من ناحيتنا, كان عاملين جبهه شكل مميز جدا. حتى عمر جابر لما كان بيلعب مع صلاح هم متفاهمين جدا وعندهم اصلا بيلعبوا مع بعض كتير جدا صح. حسيت فيه يعني بقالهم فتره كتير قوي بيلعبوا مع بعض, يعني عمر جابر انا يعني حسيت ان هو بيلعب بقاله كتير صح. مع المنتخب مفيش صح. مشاكل مفيش صح. رهبه مفيش اي حاجه خالص, 11 سنه بقوا مع بعض في منتخب الشباب. صلاح كان ايه كان مدعمه بشكل قوي جدا ان هو بيرجع بيساعده بشكل قوي صح. لا النهارده يعني صلاح الحمد لله كان عايز يكسب المباراه بشكل مهم جدا ومنتخب مصر النهارده يعني عموما عايز افرح الشعب المصري. حسيت اللعيبه النهارده في مسؤوليه كبيره صح. كل الناس مستنيه التشجيع صح. بشكل مثالي صح. ان شاء الله باذن الله يعني المباراه اللي جايه ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا يا رب يا رب ان شاء الله. يمكن بس اضيف حاجه للكلام ابو ستار بالنسبه لمحمد يمكن اكيد في مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز واللعيبه كلهم, ولكن في مسؤوليه بشكل خاص اكيد على محمد صلاح نظرا لنجوميته الكبيره, وجود القائد للفرقه دلوقتي كابتن منتخب مصر, احساسه انا وانا قاعد برده دلوقتي حاسس ان محمد صلاح ليه دور كبير مع الفرقه سواء داخل الملعب او خارج الملعب. الدور ده بقى اترجم لمحمد في داخل الملعب, التزامه دور الدفاعي اللي بقى كبير جدا دلوقتي, مساندته لزمايله, كلامه مع زمايله, الكلام كتير في مواقف كبيره, فدي مسؤوليه كبيره خاصه على محمد صلاح نفسه يوصل كاس عالم بعد خساره البطوله الافريقيه. احمد عايز اقول نقطه بصراحه وكون حضرتك كمان معايا, محمد صلاح خد شارة القيادة وقت الجهاز الفني تمام. اللي كنت حضرتك موجود فيه مع الكابتن حسام البدري, بس انا حاسس ان شارة القيادة فرقت كمان مع محمد صلاح كتير, شخصيته في الملعب اختلفت, يقعد يتكلم مع زمايله حتى يتكلم مع الحكم لو في مشكلة هو اللي بيروح, اصراره انه يدافع ويهاجم ويعني مش عارف اقولها ينفع اقولها ولا لا, بس يعني بيتمرمط يعني ده اللي انا بقوله, احساسه بالمسؤوليه كبر لما خد شارة القياده بقى حاسس بالمسؤوليه كبيره على عاتقه وتترجمت في ادوار ومواقف كتير داخل الملعب وخارج الملعب كمان. صحيح بشكل رائع جدا. طيب انا كنت اسالك عليها يا كابتن وحضرتك خدت كلام محمد صلاح كملت على الجزئيه الخاصه بالثلاث مدافعين والثلاث لعيبه الوسط الملعب اللي بيأدوا ادوار دفاعيه كبيره جدا تمام. منتخب مصر من كاس الامم الافريقيه باستثناء الهدف اللي دخل فينا من المنتخب المغربي في المرحله النهائيه او مرحله خروج المغلوب في كاس الامم الافريقيه ما دخلش فينا غير هدف المنتخب المغربي من ضربه جزاء, بنعرف نحافظ على منظومتنا الدفاعيه, واضح انه الشكل التكتيكي بتاع كارلوس كروش هو هدفه الاول فيه انك تحافظ ان ما يخشش فيك هدف قبل ما تسجل هدف تمام. فده يطمننا تمام. ده كان واضح في البطوله الافريقيه, والراجل عنده قناعه كبيره جدا جدا بالثلاثي اللي موجود في وسط الملعب, حمدي والسوليه والنني, وصراحه الثلاثه يعني قايمين بدور رائع داخل الملعب, اغلبه دفاعي والتزام دفاعي, وانا نفسي يبقى فيه تطور اكتر شويه للجانب الشكل الهجومي والمسانده تكون اكبر سواء من النني او سلية وممكن اثبت حمدي فتحي, ولكن يمكن ظروف المباريات وظروف المنتخب الفتره الاخيره يمكن هي اللي مخليه الطابع يكون دفاعي اكتر. وخليني اقول لك حاجه تاني كمان, يمكن احنا على الورق احنا في الملعب اثناء المباراه الطريقه مختلفه عن الورق لما بنشوفه, يمكن على الورق الطريقه 4-3-3 ولكن في الملعب هي مش كده خالص, وانا الكره تبقى بتكون معايا وانا بحضر الطريقه بتقلب 3-4-3, يمكن السردباكين بيفتحوا بينزل حمدي في مع السردباكين عشان التحضير, بيبقى عندي السلية والنني من قدام شويه, عندي عمر وعندي ابو الفتوح على الجنب, بعدين قدام صلاح وتريزيجيه ومحمد صلاح, الكلام ده بيحصل وانا معايا الكوره في بدايه الهجمه وفي الاستحواذ وفي الهجوم, ولكن لما الكوره بتقطع مني وارجع ادافع
والفرقه الثانيه تبدا هجمه، الطريقه بتحول 4-4-2، يبقى صلاح جنب مصطفى محمد، بلاقي النني قدام عمر، بلاقي تريزيجيه قدام ابو الفتوح، وعندي حمدي والسوليه قدام المساكين. ففي حاله الهجوم شكل، وفي حاله بدايه الهجمه شكل، وعلى الورق شكل ثاني مختلف. صحيح. انا ده لما بشوفه الملعب بشوفه، والراجل ناجح في كده يعني بشكل كبير. عشان كده النني عليه دورين، دور وانا بدافع، انا بلعب اكني هاف رايت قدام عمر، وانا بهاجم بلعب 8 مع السوليه وما جنب السوليه ورايا حمدي فتحي. فهو ليه دورين في الملعب، يمكن ده بياخد من مجهوده الذهني والبدني. عشان كده ممكن تكملته في ال 18 مش زي الاول، انا نفسي يعملها بشكل اكتر من كده، ولكن التنوع في طريقه اللعب داخل الملعب يمكن عشان كده بتاخد من مجهود النني، وبتخلي ما عندوش القدره البدنيه ولا الذهنيه انه يكمل بشكل كبير داخل ال 18. صحيح صحيح. لسه مكملين، اتفضل يا كابتن قبل ما تخلص. برضه يعني اكمل برضه تكمله لكلام احمد. في بص مستر كروش طبعا الاعتماد كله، الاعتماد يعني طريقه لعبه هو بيلعب ثلاثة في نص الملعب، الاعتماد كله على الاطراف بشكل قوي جدا، سواء عمر جابر او فتوح، هو بيخلي الثلاثه دول في نص الملعب عشان يقدر يحمي بس ايه طريقه الاطراف بشكل قوي جدا. حتى لو تلاحظ ايه احنا كل طريقه لعبنا كل الايه النواحي الهجوميه بتاعتنا من ناحيه ايه من ناحيه الطرف، سواء عمر جابر او فتوح، هم الايه عندهم الحريه الاكثر بشكل قوي جدا. عشان كده هو بيخلي الثلاثه ايه المحور الارتكاز، سواء السوليه او سواء حمدي فتحي او النني، هم الثلاثه دول هم ايه الحائط الصد ايه في نص الملعب. اما مدي حريه ايه لعمر جابر لفتوح. عشان كده الطريقه هو ايه بحافظ على حته الباكات، عنده باكات مميزين، عنده باكات سراع، ما يقدرش لو احنا لعبنا بطريقه حته فيها النواحي الهجوميه هتلاقي الباكات اوتوماتيك وطالعين، هتلاقي نص الملعب ايه مش مظبوط، هتلاقي في ايه في حاجه غلط بتاع. صحيح. عشان كده هو ظبط حته نص الملعب. واحنا طول عمرنا منتخب مصر، انت طلعت طول عمر منتخب مصر، اهم حاجه في منتخب مصر الاطراف. مظبوط. الاطراف كان بيبقى عندنا مميزات جامده جدا. صحيح. احنا النواحي الهجوميه طريقتنا والهجوم بتاعنا من ناحيه الاطراف. شاف كروش، شاف منتخب مصر حتى لما كان كوبر او كان اللي قبليه، كان الاعتماد كله على الاطراف بشكل قوي جدا. صحيح. احنا عندنا الاطراف مميزين جدا بشكل حتى لو تلاحظ يعني زمان يعني كان في عماره وياسر رضوان كان يعني واحمد رمزي وربيع عسي، يعني الاطراف عندنا يعني كل النواحي الهجوميه عندنا من ناحيه الاطراف. صحيح. كانوا مميزين. حتى لما نيجي نهاجم، بص يعني احنا بنهاجم دلوقتي بثلاثه، لما نيجي بنهاجم الطرف يطلع والطرف، هتلاقي بنهاجم بخمسه. مظبوط. يعني هتلاقي خمسه من النواحي الهجوميه. صحيح. عشان كده احنا ايه الثلاثه بنلعب في نص الملعب، بس انا ايه كنت عايز اتمنى من الثلاثه في نص الملعب ان هم ايه يلعبوا لقدام، يبقى في نواحي ايه يعني يلعبوا ايه الكره ايه لقدام، ما بقاش ايه. انا عاوز اضيف حاجه كمان يا دكتور، دايما كل العصور اللي كانت المنتخب فيها كويس ويقدم نتائج كويسه، دايما استرجع كده الفرق وهتلاقي دايما وسط الملعب عندك من اميز خطوط الفريق. صح. في البطولات الافريقيه اللي احنا كسبناها لما وصلنا كاس العالم 90، في حسني عبد الرب ومحمد شوقي واحمد حسن وحسام غالي، دايما التوقيتات دي عندك نص يعني ملعب قوي جدا جدا جدا. طبعا اسماء كبيره جدا في وسط الملعب طبعا. وعلى فكره يا كابتن احمد بالمناسبه، اي فريق في العالم او اي منتخب في العالم هتلاقيك هو هتلاقي وسط ملعبه أكيد الدفاع تحديدا قوي جدا. ممكن اقول لك اسماء تاريخيه كثيره جدا بقى، من كانتي دلوقتي لحد ما نروح لبيرلو في ايطاليا وفييرا في فرنسا، هتلاقي دايما وسط الملعب الدفاع هو بيبقى قوه اي منتخب او اي فريق. لسه مكملين مع حضراتكم، مكملين مع الكباتن الكبار كابتن عبد الستار صبري والكابتن احمد ايوب، فرحه بمنتخبنا الوطني بعد فوزه اليوم على المنتخب السنغالي بهدف دون رد. جوله اولى وجوله ثانيه باذن الله نبارك فيها لمنتخبنا الصعود لكاس العالم. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجوم الكبار كابتن عبد الستار صبري كابتن احمد ايوب. طيب هكمل مع حضرتك كابتن عبد الستار، عايز اسالك على النهارده واحد من اللاعبين اللي تالقوا بشكل واضح او بشكل ملموس جدا، ياسر ابراهيم. ياسر اول ما نزل مكان محمد عبد المنعم الناس قالت ياسر ليه محمد متالق وياسر ربنا يستر والدنيا مش من ساعه ما نزل هو كان من افضل لاعبي المباراه تقريبا، تتفق؟ طبعا طبعا. ياسر ابراهيم بص، ان لعيب النادي الاهلي ولعيب النادي الزمالك ما فيش اي مشاكل عنده، هو بيلعب تحت ضغوط،
بيلعب في افريقيا مفيش مشاكل. يعني انت لو لعبت مع منتخب مصر يبتدي على طول مفيش اي مشكله خالص، غير لما لاعب يبقى انت جاي ما لعبش اصلا بطولات، ما عندوش خبرات وبتاع الحاجات دي كلها تبقى مشكله. ياسر ابراهيم من نوعيه ان هو لعب منتخبات قبل كده ما عنديش اي مشكله خالص، لما ابتدى ونزل خلاص ابتدى بشكل قوي جدا. حتى النهارده كان النهارده طلع كورتين بشكل قوي جدا، كان مميز جدا فيها صح. يعني كانت حسيت ياسر ابراهيم النهارده كان بقى له فتره بيلعب، وكمان ايه كان متاقلم على طول مع الونش اول ما طلع منها وبتاع الحاجات دي كلها، كان هو اللي بيتكلم مش الونش صح. يعني في الكلام كانت توجيهاته بتاع كده ياسر ابراهيم كان هو اللي بيبتدي يظبط مع الونش وبتاع الحاجات دي والحاجات. عشان لا ياسر ابراهيم النهارده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر، ودي الحاجه اللي احنا ايه ناقصانا، ان احنا ما عندناش بدائل بشكل قوي جدا. عندنا كان عندنا حجازي مصاب ومنعم يعني ان شاء الله يوم بالسلامه وبتاع الحاجات دي كلها، والونش ممكن يغيب يغيب خلاص عشان ايقاف انذارات. يعني حته بقى احنا عندي يعني ياسر ابراهيم محتاجين الايه العناصر المهمه قوي في الايه في المركز ده. ياسر ابراهيم دلوقتي هو لا الحمد لله يعني ادى بشكل قوي جدا، يروح المباراه هناك خلاص في اهميه كبيره جدا، في اهتمام بقى خلاص من بدايه المباراه هيبدا صح، هيبدا بقى خلاص عارف بقى ايه دوره كده هيبدا يعني هيبدا المباراه لو ادى بشكل قوي جدا طيب. وانا في التسخين بتاعه هو بيسخن لما منعم تعور يعني لا حسيت فيه انا عايز ينزل صحيح. كل شويه يوصل طب انا عايز ينزل بسرعه صحيح. غير اللاعب بقى ما هو مثلا الان في رهبه بتاع الجمهور وبتاع كده بياخد خطوه لورا بتاع الحاجات كلها الان لا ياسر ابراهيم اللي ورطني الطويله دي انا الصراحه انا النهارده يعني النهارده عامل مباراه كويسه جدا صح. كان مميز جدا صح. كان عامل الواحد دفاعيه بشكل قوي جدا مفيش بقى فروقات يعني كان على طول احنا كنا قلقانين يبقى في فروقات في نص الملعب لا كان قريب بيطلع الديفنس ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه الماتش اللي هناك ان شاء الله باذن الله. مين بقى الثنائي الدفاعي اللي يلعب مباراه العوده يا كابتن ايوب؟ دلوقتي وارد عبد المنعم ما يلحقش خلاص تاكد غياب الونش، بقى عندنا ثنائي جديد غير الثنائي اللي بدا النهارده مين يبقى الثنائي؟ حظ وحش على فكره. هو على فكره كارلوس كلوش فعلا حظ وحش دايما في المدافعين، احنا عندنا اربع خمس مدافعين اتصابوا في كاس الامم الافريقيه مع بعض اربعه ثنائي تاني. هو في شقين انا وانا مدرب وعندي قوام في في في, في المعسكر لما بيحصل لي مشكله بفكر نمره واحد في المعسكر صحيح، وفي نفس الوقت بشوف البدائل اللي عندي من بره انها اللي هضمها بدل اللعيبه اللي خرجت للاصابه او للايقاف أو, او 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 طيب انا في المعسكر عندي مين؟ خلاص عندي ياسر هيلعب، وعندي محمود علاء، وعندي ايمن اشرف. يعني انا يعني اقول ممكن الراجل لو هي من المعسكر هيلعب ايمن اشرف جنب جنب ياسر، ولو هجيب من بره هيبقى اقرب واحد علي جبر. علي جبر لاعب منتخب عنده خبرات طبعا، لاعب بطولات افريقيه طبعًا. بيلعب مع ناديه في 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 البطوله الكونفدراليه بيحرز اهداف صحيح. عنده طول، وانا سمعت الراجل وهو بيتكلم في الـ في الـ في المؤتمر الصحفي بيقول بيهرج يعني بيقول ان فريق السنغال عنده لعيبه كره على لعيبه باسكت بيتكلم على الطول صح. طيب انا لو 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 مدرب وجبت عنصر من بره وعنده الخبرات وعنده الكواليتي وعنده الكفاءه وعنده الطول وبلعب مباراه خارج ملعبي وهم عندهم مشكله عندهم خطوره في الكرات الثابته وفي في الطول، فهفكر في الجزئيه دي برضو، هل هلاعب ايمن اشرف عشان الراجل معايا في المعسكر والراجل بيلعب في الحته دي وموجود معايا، ولا انا الاثنين الاساس اللي عندي مش موجودين وعاوز حد طويل وقوي وينفعني في الكرات العاليه، فهتبقى يعني حسب الراجل هيفكر ازاي. يعني انا بتوقع كده يعني لا اما هيلاعب ايمن لا اما هيلاعب لو جاب علي وفكر بالطريقه دي ممكن يلاعب علي لو فكر يضمه اصلا يعني. لا انا مع احمد الصراحه ان هو لازم يضم علي جبر، يعني من العنصر المهم جدا طوله، وهو برضه لعب ماتشات بطولات افريقيه مع المنتخب بشكل كان قوي جدا علي جبر. طيب كابتن بصراحه عايز اسالك على مباراه العوده ان شاء الله نتعامل معاها ازاي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره؟ يعني انت لو مدرب دلوقتي جوه الفرقه ونازل مباراه قدام السنغال متقدم بهدف في مباراه الذهاب وهتلعب في مباراه في دكار على ملعبهم هذا المنتخب القوي جدا. بص هو المنتخب السنغال اول ما في المباراه هناك اكيد هو هيلعب زي الايه الطريقه بتاعتنا النهارده، احنا ضغطنا عشان جمهورنا وبتاع ونفس الايه الضغط من اول البدايه، السنغال هيعمل كده هيحاول هو يلعب بطريقه هجوميه بشكل قوي جدا. احنا على قد ما نقدر يبقى في تركيز النواحي ان لما نقطع الكوره يبقى عندنا نواحي على طول سرعه في الايه في الطريقه على طول في الهجمه.
هنستغل عندهم مساحات كبيره جدا. الناحيه الدفاعيه بتاعتهم يعني ضعيفه جدا، كلوبالي يعني بطيء جدا، بيحاول هو يطلع على طول بشكل قوي قوي جدا قوي، بس عنده سرعه قوي وفوق قوي مش بس لا السرعات هو لا بطيء بطيء جدا. احنا لو استغلنا لو قطعنا احنا نلعب على اكيد هنلعب ايه على الكونتر اتاك بشكل قوي جدا طبعًا. بس ايه حدد بقى ايه في صلاح او مرموش او تريزيجي على حسب المباراه اللي هيلعبها هناك ان شاء الله، ان احنا اول ما نقطع الكوره نقدر نلعب بسرعه بسرعه الهجمه بسرعه هتفرق معانا يعني بطريقه يعني لو خلصنا جون بدري هناك هو ده اللي هيحصل. انا بقول لك هو ده اللي هيحصل ان شاء الله، هو ده اللي هيحصل. واحنا فرقه اصلا احنا مميزين في النواحي الدفاعيه احنا في البطوله الافريقيه كان منتخب مصر يقول لك ايه منتخب مش هتحط فيه جون صعب جدا ان نتحط. احنا عشان كده احنا ان شاء الله نقدر نستغل ايه ان احنا اللي المباراه تبقى بره ملعبنا الفرقه تهاجم بشكل قوي جدا احنا نستغل على طول الكونتر اتاك بتاعنا بشكل الله. كابتن احمد نعمل ايه في مباراه العوده باذن الله؟ خلينا اقول لك الاول يعني الراجل لما فكر في المباراه اللي هنا فكر كويس واتنفذت بشكل كويس قبل ما نتكلم على المباراه اللي جايه. ليه؟ لما اتفرج على فريق السنغال في المباراه بتاعتنا ومسيرته في البطوله الافريقيه وتشوف الفرقه هي نفس الفرقه كان بتلعب ازاي ومصادر قدرتها ايه. ما انا النهارده بترجم اللي انا شفته قبل كده صحيح، وبعدين هرجع اترجم بتاع النهارده في المباراه اللي جايه. طيب فريق السنغال كان اخطر جبهه عنده الجبهه الشمال اللي فيها ساليو سيس وساديو ماني، كان كل الخطوره خلال البطوله الافريقيه حتى في المباراه بتاعتنا من الحته دي. الاثنين لعيبه كويسه، الاثنين بيطلعوا بالكوره، الاثنين بيوصلوا لحد ال 18 وبيلعبوا الكوره لتحت. النهارده الراجل قدر يوقف الجنب ده بشكل كبير لما خلى عمر عنده التزام دفاعي، لما خلى النني يكون قصاد عمر واحنا مدافع وبيبقى 4-4-2، فحد بنسبه 90% من خطورة الحتة دي. عشان كده حتى في بداية المباراة فريق السنغال ما كانش عارف يطلع بالكورة، كان بيلعب كرات طويلة، وكان وانا عن نفسي اتفاجئت ان فريق السنغال كل هجوم الشوط الاولاني من ناحية اليمين صحيح تمام اليسار كمان الكيوتي وادريسا اللي في وسط الملعب اللي قدام مندي كانوا دايما بيكملوا داخل ال 18 بيعملوا خطوره. النهارده ما حسيتش بيهم لان كان حمدي والسولية عليهم دور بيرجعوا معاهم بيكونوا قدام السردباكين وحدين من خورتهم. السنغال ما عندوش خطوره النهارده غير في الكرات الثابته. طيب انا هناك محتاج ايه؟ السنغال اكيد هيهاجم بس السنغال فرقه كبيره وعندها خبرات يعني مش هيهاجم ويندفع ولكن لازم هيهاجم. انا عندي لعيبه عندها سرعات، لعيبه اقدر انقل الهجمه بشكل كبير لقدام. عشان كده انا لازم اسيب مساحه لفريق السنغال في الاستحواذ على ملعبه لانه هيبقى عنده طمع ان الباكين يهاجموا الناس اللي تحت ويوصلوا بشكل اكبر عشان في وسط جماهيره والضغط الجماهيري طبعا لازم يبان بشكل كويس ويبان بشكل كويس وعاوز يكون يحرز هدف مبكر زي اكيد هيفكر بالشكل ده. انا بالتالي لازم لعبتي ترجع شويه لورا ويكون عندي حد قدام اول ما اقطع الكوره لازم ينزل يستلم الكوره ويطلع اللعيبه اللي جايه من تحت زي تريزيجيه زي مرموش زي محمد صلاح اي واحد في الاثنين دول لازم ينزل يستلم الكوره ويبص لقدام على طول لان هتلاقي مساحات كبيره اقدر استغلها بسرعات. فهي الفكره كلها انا لازم اشتغل على التحول السريع من الدفاع للهجوم يعني اقل عدد من النقلات صحيح. الطريقه دي ممكن توصل لي للجون بشكل كبير لان هم عندهم مساحات بين خط الظهر وخط الوسط. انا لعيب واحد اللي بيدافع اللي هو مندي في حاله الدفاع هو بينزل يستحوذ على الكوره عشان يقرا قدام، والاثنين اللي جنبه حتى هم بعد كرة متقطع بيكونوا في 18 صعب جدا يرتدوا بسرعه. وده خلي بالك لما تشوف النهارده في كورتين في الاخر لما اتقطعوا اتعملوا بسرعه حتى كان الديفنس بيسيبها الطب في واحده في كورتين استلمهم عمر مرموش وسببوا خطوره على فريق السنغال. انا ممكن العب على يعني انا كمدرب ممكن العب على الحته دي هناك يعني. طيب عظيم جدا. مين كان افضل لاعب النهارده يا كابتن ابسط؟ لا كله الصراحه كله يعني النهارده رجاله فرح الشعب المصري الحمد لله. يعني الحمد لله نتيجه ايجابيه ان شاء الله يعني تكمل على خير ان شاء الله يوم الثلاث ونفرح ان شاء الله ونوصل المونديال باذن الله يا رب. كابتن احمد مين كان افضل لاعب في رايك النهارده؟ يعني الفريق كله كان جمعيه الفرقه، ولكن انا عاوز اشكر عمر جابر واشكر ياسر. اللعيبه دي مش موجوده مع المنتخب من فتره ومباراه كبيره واول مره يلعبوا ويظهروا وسط التيم بجمعيه وما تحسش بفرق، فيعني ممكن يكون لهم تقدير خاص شويه عن زميلهم، ولكن اللعيبه كلها قدت بشكل كويس يعني. صحيح كابتن احمد شرفت
ونورت كالعاده. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الستار، شرفت ونورت ومليون مبروك. شكرك كابتن عبد الستار، شكرك كابتن احمد. الحمد لله كابتن احمد، شكرك. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نستقبل اسلام سامي ومروان شفعي وكلام فني ايضا عن هذه المواجهه الكبيره. خليكم معنا.